مشاهدي قناة شوف أهلا وسهلا بكم في مباشر جديد هنا من مدينة الدار البيضاء اليوم كنستضفو بطلة مغربية حققت واحد الإنجاز لي هو كبير يعني في زمن كورونا وهي التدريب في العديد من الظروف فاستطاعت أنها تحقق واحد الإنجاز لي, لي صعب أنه يحققو العديد من الأبطال في عدة رياضات حقات بطولة العالم للشباب في الولايات الأمريكية كريادة الغولف في سن 11 سنة الآن معنا الأم ديالها وكذلك البطلة ديالنا السلام عليكم على قناة شوف سلام السلام ورحمة الله قربينا شوية منك ومن البطلة أنا الأم ديال صوفيا شريف سقلي كانت كتلعب بالجولف كانت بداتو كانت عندها سبع سنين ونص انا كنلعب الجولف وديتها معايا واحد المره وجربات و... وبقات كتجي معايا كل مره كنمشي كنتدرب كتمشي معايا بعد وليت كندخلها معايا شويه لي باركور و بلياك اعجبها بزاف واحد النهار كانت سمعت بان كاينه كومبيتيسيون مع لا فيديراسيون <applause> رويال ماروكين دو جولف وقيدتها صيبت لها لكاخ ديال لا ليسونس ولعبات معاهم لا كومبيتيسيون وجات هي الاولى ومن تما تشجعات بزاف وعجبها الغولف و... وبقينا كنديروا معاهم دوتر كومبيتيسيون وزاد ليها الحماس باش انها تدرب كثر و... و, كنا كان... كانت كتريني ف... فواحد البلاصه في اكادير سميتها غولف ترينينغ سنتر كان الكوتش سميتو جون ماري وقال لنا على واحد الكاليفيكاسيون قال لنا بانه راه شافها عزيز على اللعبه بزاف وبانها كترين مزيان و... وكتلعب مزيان بوغ لاج ديالها وشجعها باش تمشي دير دي باش تبدا دير على المستوى العالمي ومن تما مشينا درنا واحد لا كاليفيكاسيون في باريس والحمد لله جات هي الاولى مع انه كان البرد و... وداك الشيء والريح ويعني كانوا دي والحمد لله مع ذلك يعني رجعوا قبل من ان تسافر لفرنسا وتشوف واحد اللي هي خولت لان تشارك في بطوله الالاف واللي كانت عيد يعني كيفاش التدريب ديالها خصوصا ان نعرف ان معظم الملاعب الرياضيه والانشطه الرياضيه في المغرب كانت متوقفه دابا على حساب هذا العام مع مع هاد الكوفيد 19 ما كانش ساهل باننا ندربو لان كاع لي لي باركور دو غولف كانوا مسدودين لان لا فيديراسيون صيفطات بان راه لي غولف خصهم يكونوا مسدودين و وما قدرناش نترينيو دونك انا كان خصني نصايب لها شحال من حاجه في الدار باش نعاونها على انها تريني لاننا كنا ديجا مونجاجين باننا غادي نديرو دي كومبيتيسيون على برا كانت عندنا واحد لا كومبيتيسيون كان خصنا نديروها في في غولان و في في مي ولكن في اونيكوس ولكن تانولات هذيك لان على حساب الكوفيد 19 في الولايات المتحده الامريكيه كانوا يعني انو واحد جوج اللي كانوا في, في البداية ديال الصيف ولكن منين من بعد حلوا الفنادق وكل شيء خلوا لي زوت كومبيتيسيون من ضمنهم حنايا كنا مقيدين في بطولات العالم و وهادو ديال بي جي اي والريد وايت يو اس كيدز كلهم ديجا كنا مقيدين فيهم وهادو اللي ما تانيولاوش كلهم مشينا لعبناهم دونك كان خصنا ضروري نلقاو شي حلول باش نترينيو درنا الفيلي في الدار كنحاولوا نديروا تدربوا على سوينغ في الدار وخدينا الوقت بانها تريني الفيزيك شويه ديالها كنا كنديروا ساعه انترينمون في الدار ديال الفيزيك مع واحد الكوتش اونلاين كنحاولوا نخدموا البوتينغ في الطابي في الكولوار وكنخرجوا للجرده كنحاولوا نخدموا البتيجو تما ومن بعد منين كتكون الدنيا شويه بلو كالم كنحاولوا كاع نخرجوا للبلايص اللي قرابين للدار فين نقدروا نضربوا شي شويه دي بال بلا ما نحرجو حتى شي واحد ولا بلا ما نديرونجيو الناس يعني ما كانش ساهل ولكن درنا بزاف ديال المجهود باننا نبقاو نترينيو كما كما بغات تكون الوسيله مي كنحاولوا نترينيو لان عرفنا بان تابعنا دي كومبيتيسيون صعب بزاف والناس في الولايات المتحده كانوا كيترينيو يعني انهم كيترينيو عادي كيترينيو عادي في المعظم ديال النوادي نورث كارولاينا فين مشينا باش نديرو بطولات العالم ما سدوش نهائيا فلوريدا سدو ثلاثة سيمانات واللي سد بزاف سد أم وشهر سينو حنا يا راه شهور سادين يعني من مشينا على ما مشينا باش نلعبو داكشي كان هنا مازال اللي غولف مسدودين و شهور ما تريناش يعني ترينا غير بالطرق ديالنا بلا النوادي يعني عفوًا ان الكور يعني كيحتاج واحد الحلبة واحد المدمار اللي هو كبير فيه بزاف ديال لي زوبستاكل يعني نتوما بهاد لي كيف كيفاش حاولتو انكم تقلبو على حلول بديله باش توجدوا البطاله باش انها ملي غادي تمشي في الكومبيتيسيون يعني ما يكونش عندها فرق ما بينها ما بين وحده اللي كانت كيشاركوا في ف... ما كانش ساهل ما كانش ساهل مهم في الدار ما كانش عندنا كيفاش نديرو نلقاو العراقيل ميم سي بعد مرات كانت كتاخذ شي حاجات من الدار بحال ان بتي طابوغي اون شيز كتحاول ديرها ما بين ما بينها وما بين البلاصه فين بغات الكره تطيح وكتحاول تنقز هذيك البلاصه وديرها في الدار كان نمشيو للجرده وكان نحاولوا نقولوا اه غنقزو مثلا هاد البتي بالكون تحاول حيت خصها تلوبي الكره كاينين الكرات اللي خصهم يكونوا غولي كنحاولوا نلقاو ديما حلول في الدار باش نحاولوا نديروا ولا نقز بلاصات اخرين عاوتاني كندير ليها شبكه من مورا لا بيسين وكنحط ليها الكره في الكازون كتضرب كتضرب الكره خاصه تنقز لابيسين كامل وتطيح في الجهه الاخرى بحال الا عندها الما في الباركور ولا عندها البونكير ولا عندها شي حاجه اللي اللي غادي تحاول تدوزها بلا ما تطيح لها الكره فيها نعرفوا بحال هاد الاختراعات بحال هاد الشيء كيكونوا في ضروره من بعد المقالب بعض المقاليب شويه ديال الضحك يعني شي طرائف حتى اثناء التدريب ديالكم بطبيعه ايوا بزاف منهم كيوقعوا أو بزاف منهم كيوقعوا وكاين كي نيت واحد واحد الكلب كاين تما حاطينه في في, في, في الجرده وسادين ليه مسكين بعض المرات كيجيو فوق لاكاج ديالو شي كرات وكيبقى ينبح بزاف وكتبقى تقول لي زعما بان ما عرفتش واش كيشوف فينا حيت دائما كيشوف فينا كانتيريني لدرجه ان في الاخر فاش بداو كيطيحوا الكواري فوق لاكارج ما بقى كاع كينبح بدا كيولف يعني صافي بدا كيجي عراقي الخرا عندي مثلا انا الجاج في البالكون الكره هي كنبغيو نشوفوها واش غتطلع بزاف كان خصنا ضروري بحال لا دوز فوق من ذاك البالكون وتطيح الجهه الاخرى ديال الجرده بلا ما تمشي لا عند الجيران لا تهرس لي انا الجاج اللي في البالكون والحمد لله واخا غامرنا بهم كيدوزو كان مي يا كنقول لها صافي ما نعاودوش نجربوا بحال هادي حيت ماشي دائما غادي تكون مزيانه وفي الاخر الحمد لله الحمد لله داكشي كله كيعاون واخا راه ماشي بحال فاش كتكون في الباركور يعني اننا حنا انا قلتها لها قلت لها غير اون فوا غادي نوصلوا من لو فواياج نحطوا لي باجاج وغنمشيو نجريو الباركور اون دوغ لو مشينا الشمس صهد بزاف يعني حتى أه لدرجه ان الانسان والو الماء وخصو الماء والثلج يكون دائما حداه لان فلوريدا سخونه بزاف ولكن كان خصنا نبقاو طول لا جورني لان كانوا بقاو عندنا غير ماشي بزاف الوقت بوغ لا بروميير كومبيتيسيون كانت عندنا غير 5 جوغ اول كومبيتيسيون كانت عندنا كانت عندنا 5 ايام يعني وصلنا كنترينيو كنفيقو كنترينيو حتى كيظلام الحال بوارا. كل نهار بالنسبة له يعني وصلنا للمنافسات يعني فاش جات وشافت الباركور شافت الأبطال اللي تنافسهم يعني تي تقريبا قريبة ليها يعني إحساس ديالها وشعور الحمد لله قبل ما نديرو هذه هادي ديال بطولة العالم حنا بدينا كانت بقات خمس ايام بدينا بهادو ديال البي جي يعني كيكونوا فيهم الناس اللي غيشاركو ما كيكونوش كثار بحال هادي ان هاد ديال العالم كيكونوا فيها مية واحد ولا هذا غير فلاش ديالها غير في, دياله في الكاتيجوري ديال كل كاتيجوري كيكونوا فيها مية وزيادة يعني الحمد لله اللي حنا ما جيناش في هاديك هي الاولى جينا في لي كومبيتيسيون الاخرى بحال اللي قلتي تدربنا فيهم اول كومبيتيسيون كانت عندنا مع البي جي وحده من هادو والحمد لله لعبات فيها مزيان كانت مشتاقه بزاف للكومبيتيسيون ولداك لو جو لان كانت شحال هادي ما درتش حتى شي كومبيتيسيون كانت عطشانه عليها باش ت باش باش تلعب وثاني وحده كانت غتكون عندنا هي فلوريدا انفيتيشنال اللي هي حتى هي كومبيتيسيون كبيره أه... دونك على ما وصلنا لهادي كنا درنا او موان وحده مي كندربو طول لي جوغ طول لي جوغ طول لي يعني اننا زعما كنكونو بوحدنا شحال من مره تما والناس اللي كيكونوا تما كيجيو عندي شحال من مره وكيقولوا لي بانكم ما عمرنا ما شفنا شي واحد كيتريني قد هاد الشيء اللي كتريني وانتم ما عرفوش ان داك لونطري ملي يعني غير راه قلناها لهم قلناها لهم قلت لهم راه حيت كنا في المغرب وفي المغرب كانوا سادين علينا بوندون 3 موان

الخلعه <applause> 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 كنشوفو كندورو وجهنا كنشوفو البنات الاخرين كيفاش كيلعبوا كلشي كيضرب كلشي كيتريني كتشوف البتيجو جو كدور كتشوف البوتين جرين كتشوف كتبغي تعرف انت قدام هاد الناس كيفاش كتضرب كتشوف كتشوفهم واش كيضربوا طويل واش كيضربوا قصير واش انت مقارب ليهم كيدير النيفو يعني هذا في الاول هذا هو علاش كتدور وكتقلب فهمتي كتشوف بزاف البنات كثار واللعب كلهم كيلعبوا مزيان الاغلبيه ديالهم كيلعبوا مزيان دونك بيان سور تي بانيك كتجي كدا و كتقول زعما هما العام كله هما كيتريني وحنا ثلاث شهور حنا واقفين و... وهما ديما عندهم لي كومبيتيسيون حنا كتكون عندنا لي كومبيتيسيون مع لا فيديراسيون اون فوا بار دو موا دونك كتكون بيان سور مخلوع باغي فيك لا باش تدخل تلعب اول نهار باش تشوف كي دايرين لي نيفو وفين غتكون يكون النيفو ديالك مهم من المشاركه في اليوم الاول اليوم الاول كانت من كلاسيه السابعه لعبات بلوس دو هي 74 سو حنا نقول الاولى لعبات موان موان دو ولا موان 3 موان دو يعني لعبات جوج تحت الباغ الاولى وهي لعبات جوج آه من بعد فوق الباغ يعني كانت سابعه انا يعني داك النهار داك النهار الاول عيطت لماما وبقيت كنبكي قلت لها احنا بعاد احنا بعاد وكنت مخلوعه ولكن الحمد لله الحمد لله يعني بعد ما تواصلتي مع الوالده ديالك يعني التعاود ديالها وصلكم لديك البلاد هذه يعني اليوم الثاني باش انك تكون السابع وتحقق بطولة عالم يعني يكون مجهود اليوم الثاني اه من بعد من بعد مثلا نهار الاول وشفت راسي مهم قريبه ماشي بعيده ولكن او ميم طون بحال الا جاتني الخلعه وما عرفتش ما عرفتش يعني واش غنقدروا نزيدوا لقدام ولا واش نهار الاخرين غيكونوا بلو بلو ديفيسيل ولا ولكن حنايا سالينا مشينا كلات واحد شويه ومشينا عاوتاني كنترينيو ملي مشينا كنترينيو وفي الاول مازال ما لقينا ما حتى شي بنت رجعات كتريني وبقينا حنا كنترينيو حتى ديك الساعه فاش مشينا ترينيو كانت شي 4 العشيه ابري حتى لديك 6 ولا 6 ونص عاد بداو كيجيو شي بنات باش حتى هما كيترينيو سورتو على البوتين جرين كنا كن حنايا ترينينا شويه على السوينغ ومشينا للبوتين جرين ومشينا كنديرو البتي جو وعاد جات واحد حتى اه ال... واحد البنت كتلعب حتى هي من من امريكا ولكن اصلها هنديه كانت ديجا لعبات مع هذاك العام واحد التورنوا وبقات كدير هي وياها بحال المنافسه باش يديروا البتي جو باش نيتا هما كيترولاكسا واحد شويه وبقينا حتى ظلام الحال عاد مشينا والغد ليه كان خصنا نوضو شويه بكري لاننا خصنا ندربو عاوتاني قبل من التورنوا دوزيام جوغ يعني كيفاش كان المشاركه ديالها في <applause> والمن انهار الثاني الحمد لله هضرنا شويه وحاولنا يكون المونطال شويه قوي وهي لان هي الا كانت شويه طوندو ما يكونش اللعب مزيان دونك حاولت نقول لها غير حاولت أمستوا وحاولي ديري هادشي بانك غير داخله كتلعبي كت... ما تفكريش بانك راه في بطوله العالم ما خصكش تفكري فيها حيت الا فكري في... فكرتي فيها ما تلعبيش مزيان والحمد لله هذاك النهار دخلت بزاف ديال لي بوتوال لي بوتوال دخلت لي بوت ولي بوت نفعونا بزاف لان درنا بزاف ديال لي بيغدي وهذوك لي سمحوا لينا باش لعبنا اربعه تحت البار ملي لعبات تحت اربعه تحت البار ولا المجموع ديالها ناقص ربعة زائد زائد جوج هي ناقص جوج كتعطي في الاخر الاولى لعبات ناقص ثلاثة يعني تزادت لها ناقص جوج مع الناقص ثلاثة ولا ناقص خمسة ولا بيننا وبينها ثلاثة نقطات ولينا حنا الثانيين